منذ أن ارتدى القميص الأحمر ارتبطت به جماهير الأهلي نظرا لموهبته ومهاراته وإخلاصه وحبه للنادي. ولا تنسى الجماهير الهدف الذهبي الذي أحرزه في الهلال السعودي. هو أحمد نخلة أحد أهم وأفضل لاعبي الجبهة اليسرى بالكرة المصرية في حقبة التسعينيات. ولد أحمد السيد أحمد النعماني في 5 فبراير عام 1971، ولمع في أهم مدارس الكرة وقتها بالمقاولون العرب، حيث ظهرت موهبته الشديدة في قيادته لفريقه حتى أنه حصد أفضل ظهير أيسر عام 1993. انتقل للأهلي عام 1995 وقدم مستوى رائع طوال فترة تواجده داخل القلعة الحمراء، ونجح في تحقيق 5 ألقاب من بينهم مرتان للدوري وكأس سوبر وبطولة النخبة العربية وكأس مصر. ولم تنس له الجماهير حتى الآن إخلاصه الشديد للأهلي وهدفه القاتل الذهبي في مرمى الهلال السعودي في نصف نهائي البطولة العربية عام 1996 بعد نزوله كبديل بلحظات ليصعد بأبناء الرداء الأحمر إلى نهائي البطولة التي توج بها على حساب الرجاء البيضاوي المغربي بنتيجة 3-1 وسط حضور جماهيري ملأ جنبات استاد القاهرة. تسببت الإصابة اللعينة في عدم إكمال أحمد نخلة مشواره بالأهلي، وتنقل بين عدد من الأندية حتى خلع الحذاء وأعلن اعتزاله لكرة القدم واتجه للتدريب، حيث قضى ما يقرب من 11 عاما في دولة الكويت ما بين القادسية والتضامن. ولأن الأهلي لا ينسى أبناءه، فقد تولى أحمد نخلة مهمة المدير الفني لأكاديمية الأهلي فرع المنوفية باعتباره من أبناء شبين الكوم، ويحقق نخلة نجاحا كبيرا في مهمته الجديدة. نجم الأهلي السابق يتحدث عن العديد من الملفات في الأشبال.